السلام عليكم جميعا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ كيف الاحوال؟ توني رديت من رحله كانت مدتها 7 ايام تقريبا. اول شيء رحت من فلاغستاف لفينيكس المطار، بعدين من فينيكس لشارلوت، بعدين من شارلوت لالاباما، بعدين من الاباما سجنا 8 ساعات لسموكي ماونتنز. سموكي ماونتنز هو ناشونال بارك موجود بولايه تينيسي. اجرنا من هناك كوخ لمده 5 ايام. الطبيعه مناظر خيال، مناظر السحاب على الارض يمشي على الارض ويانا. غير كذي في كم مدينه يمناهم ما رحنا لهم شفنا حيوانات وايد، هذا اللي راح اقوله. ان شاء الله راح انزل 3 فلوقات او 4 عن الرحله. رحت مع عيال خوالي 2 محمد وحسين، طلعتهم راح احطها مني مكان حسين تيشيرت رمادي، حمود تيشيرت احمر، وانا موجود بالنص. على العموم ما اطول عليكم وبعدها اخليكم مع الفلوق، مشاهده ممتعه. شلونك؟ يا 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 شلونك؟ ظبطها. ماذا انا عجبني؟ هذا انت دورك. لا لا والله صدق والله مسويها من قبل وحطها. انا هم كيف اضافه انجليزي. شوي شلونك؟ شوف شوف الشف شنو طبختنا اليوم؟ ما ادري شنو ما تدري؟ عطنا عطنا الانجريدينتس. امسة تونة موزة موزة يا عمي فيكيشن، ما في شيء اسمه موزة. لو كنت تقول لي لا تحط ملح تقول لي خسف عليك شوية. لازم نرجع ولا لا؟ بس انا بسوق. ها ان شاء الله اخذت لقمه. لا خلاص غير صار تذكر حجي، انت مو تبي تصور ديكور؟ ما له شغل تدق تدق بطفي. عطني ماي ب 100 فلس لازم. انت المشاهد شنو يبي؟ كاميرا مشاهد شي ها؟ مشاهد شي المليونين اللي عندك شنو يبي؟ كلهم اثنين انت وحبوس. الحين خلصت تصوير تروح اللي طالعونا. انت عزيز شنو البفرج هذا؟ شنو؟ علمهم عشان يطلبون والله ما ادري شنو طالب شيء ما ادري شنو هذا. الله يسلمكم. ايدد مشروب عندهم ما ادري شو اسمه بعد. رايحين من موبيل الماما لي سموكي ماونتنز. بس طفي
كذا. يب. Pulling up to the crib. صعب. تصل سيارة. شينك وخلاص. بن عمي كنا بنموت بن عمي. دشينا عند الناس. دب. والله دب. أو شيت. لا تخرع لا تخرع صغير. خسارة خسارة خسارة. لا هي يمك. ولا لا تسكر جاهز واحد. ويت ويت. صغير عادي ما يسوي. ما يسوي شيء. لا راح. آخ لو طاقة صورة. بعيد عندي. قاعدين بقيات بس فطها مني. هذا الكوخ معلق على العواميد. نشوفه من داخل الحين. مني راح يكون شوي برا. مني القاعدة برا. هناك الجاكوزي راح نستخدمه. رقم سري. هذا تو له ما شاء الله. كه. أزبطك. أطبخ. قاعدة مني. بلكونة. تلفزيون صغير بعد. في البلياردو مني. مو بلياردو لعبة ما أدري شنو هي. شوفنا صار يقول. ما أدري شنو اللعبة. وين ليتات؟ تلفزيون. شوف الجاكوزي. بارد ولا؟ حار. ايش هو تونا قاعدين خلصنا ريوق والحين رايحين وين رايحين جاتلنبرغ انت جرب وحارة شلونها حرقة خفيفة ولا كويس صراحة والله شلونها 13 فوق شوف كارل دراغون بول ف
الاثار غاليين ترى تجي تسوينه اعترف. طبعا ضلنا باللون وبالشغل. طبعا انا هذا اللي ما ضل ايش اللي يسوي. ايش رايك بالروح يا رحيم؟ والله تمام. كم تعطيها يعني؟ 7.5. ليش؟ اصلا والله انا اشوف 7 وانا 7.5. انا هم حار كان الوضع. حمود شو تقول؟ 7.25 انا اقول. 7.25؟ طبعا الحين رادين كوخ ترقبوا وروح للجايه. وين لحظة وين راح سير خلهم يختارون.